انا طلبت منك انه انت تطبع الارقام الفرديه من 1 إلى 100، وانا زي ما حكيت لك هيك انت طبعت الارقام كلها، احنا بدنا الفردي منها. كيف بنعرف انه كل رقم انه هذا فردي ولا مش فردي؟ بروح بحط شرط، هذا البرنت بدل ما هي تباع لكل الارقام، فبروح هنا بعمل اف انه النمبر، انا بحكي لك اذا الرقم في له باقي قسمه على 2 بيكون فردي، ملوش باقي قسمه لما احكي ملوش ايش يعني صفر، يبقى النم مود الاثنين لا تساوي صفر، معنى الكلام انه في باقي قسمه ولا ما فيش؟ في لا تساوي، نعم. ساعتها ايش بيكون، فردي ولا زوجي؟ بطبع الرقم، تمام. فهي انت عندك 1 3 5 7 الى اخره، هاجيت اللي كانوا بيستخدموا اسلوب الجمع انه روح زود له على الرقم، هو اصلا بيعتمد على رقم البدايه، رقم البدايه هذا ما بعرفوش، ممكن اخلي المستخدم يدخله. يعني هنا انا قلت لك اطبع لي الارقام الفرديه من 1 إلى 100، تمام. فرضا انا قلت لك اطبع لي الارقام مثلا من 7 إلى 100 او من 2 او من 4 إلى 100، بهذا الاسلوب انت بتطبعها بشكل صحيح. فهنا احنا بنبدا ب4، تمام، فهي مباشرة على طول 5 6 7 8. هجيت انت الاسلوب اللي انت كنت تحل فيه، خليني اشرح لك اياه وبرجع بفصل لك في هذا، انه انت كنت تقول انه الان بتساوي 0 أو 1 مثلا، وبعديها بتقول وايل الان اقل من او تساوي 100، ايش روح اعمل لي؟ انه الان بتساوي الان زائد 1، بعديها برنت للان، زائد 2، فانو هي بيطلع لك 3 5 7، مش هيك صح؟ ماشي مزبوط صح. بس فرضا انا قلت لك اطبع لي الارقام من 6 إلى 100، من 6 إلى 100، تمام. شوف ايش بيطبع لك، صارت زوجي 8 10 12 14 16. هذا الشرط مره بتزبط معك ومره ما بتزبطش، تمام. عشان تخلي بالك انه انت في الموديل لما تيجي انت تقدم الامتحان، انا بجرب اكثر من مدخل، انا بجرب اكثر من مدخل، بدي الارقام الفرديه من 10 إلى 20، الارقام الفرديه من 7 إلى 13، الارقام الفرديه من 2 إلى كذا. اذا انت كنت معتمد على الجمع، في عندك بعض الحلول حتكون صح وبعض الحلول مش حتكون صح، معنى ذلك انه الكود تبعك مش تمام، واضح؟ لكن اذا انت حطيت الشرط الصحيح، ايش هو الشرط الصحيح؟ هيو هذا كلام مش مزبوط. الشرط الصحيح، كيف تعرف الرقم فردي ولا زوجي؟ باستخدام باقي القسمة، باقي القسمة. هجيت هذه الإشارة ايش معناها؟ باقي قسمة مود باقي القسمة على 2، انا بقول لا تساوي 0، ايش معناته هذا الكلام؟ يعني في باقي، معنى الكلام انه فردي ولا زوجي؟ فردي، فبروح بطبع لي الرقم. هاي معنى السؤال. طب لو قلت لك، غيرت لك السؤال، اطبع لي الارقام الزوجية، ايش راح يكون نص، يعني نص العبارة اللي انا بحكيها؟ انه اذا كان الرقم ملوش باقي قسمة، باقي قسمة على 2، ايش يعني ملوش باقي قسمة على 2؟ انه باقي القسمة بيساوي 0، باقي القسمة بيساوي 0، هيو يساوي 0، معناها زوجي.
هيك بطبع لك الأرقام الزوجية. طب الفردية بروح بعكس هذا الشرط إنه بقول لا يساوي، معنى ذلك إنه إله باقي قسمة. تمام؟ إيش يا أستاذ؟ كيف؟ قدرت هذا جسم لا، لأن بحكي لك إن أنا ممكن أغير لك السؤال هنا. بدي الأرقام الفردية من 13 ل 27، أنا بحدد لك المدى. فأنت هنا بتقول هاي 13، هاي البداية، وهاي 27. تمام؟ هاي 13 15 17 19 21 23 25. ممكن، لأن أنا بقول له دخل رقم البداية. تمام؟ ممكن نعملها الآن. يبقى هنا ممكن أعمل start بتساوي طبعا انت انبوت، وهنا للمره المليون بكرر انه انت على الموديل الانبوت هذا حطه بدون رساله. ما تجيش تقول لي انه انا الحل تبعي صح والموديل طلع لي غلط، لا، بقول لك في الموديل تحديدا حط الانبوت بدون رساله. هنا وانا بشرح بحط رساله عشان انه انت تكون فاهم ايش اللي انت بتدخله. فهنا Enter start number. وهنا بدنا نعرف متغير ثاني اسمه stop. وهنا stop number. وهنا بنحط start، استبدلناها، بدل ما كانت رقم صارت متغير. وهنا stop. تمام؟ من وين بدكم نبدأ؟ 15 لوين؟ 90. هاي الأرقام من 15 ل 90 أرقام فردية. تمام؟ واضح يا شباب؟ تمام. بس خلينا نشوف هنا حيكون السؤال انه اكتب برنامج لطباعة الارقام الفردية واعطي الادخال نقطة البداية او رقم البداية او رقم التوقف للمستخدم انه هو اللي يدخل. تمام؟